بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب 13 من الكتاب 45، كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. باب في فضل عائشة رضي الله عنها. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه الحديث 36 بعد 406,000، قال: حدثنا خلف بن هشام وأبو الربيع جميعا عن حماد بن زيد، واللفظ لأبي الربيع. قال: حدثنا حماد قال: حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أريتك في المنام 3 ليال، جاءني بك الملك في سرقة من حرير. السرقة اللي هي القطعة القماش، يعني السرقة يعني القطعة من حرير، فيقول: هذه امرأتك، فأكشف عن وجهك فإذا أنت هي. فأقول: إن يك هذا من عند الله يمضي. كأن النبي بشر في المنام عدة مرات بصورة سيدتنا عائشة أنها من زوجاته قبل أن يتزوجها، فقال: إن يرد الله، إن يك هذا من عند الله يمضيه، وإن يك هذا من عند الله ليس فيه التشكيك، ولكنه كأنه التسليم في وقت ظهوره، لأن الرؤية للأنبياء حق، لكن وقت ظهورها لا يعلمه إلا الله. فكأن النبي علم ذلك وترك توقيت ظهور هذا الأمر لله، فهذا ليس تشكيكا في الوعد، ولكن تفويضا للوقت. وعن أبي قال: حدثنا ابن نمير قال: حدثنا ابن إدريس حاء قال: وحدثنا أبو كريب قال: حدثنا أبو أسامة جميعا عن هشام بهذا الإسناد نحوه. وعن أبي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: وجدت في كتابي عن أبي أسامة قال: حدثنا هشام حاء قال: وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا. بيقول سيدتنا عائشة يعني على أساس علاقته بزوجته وليس علاقتها بالنبي، يعني النبي له جانب أنه زوج سيدتنا عائشة، فأحيانا الزوجة تكون غير راضية عن علاقتها الزوجية لا عن نبوته، وإلا تبقى كفرة. فبيقول: لا، أنا إيه أعلم متى تكون راضية عني كزوج ومتى تكون علي غضبا، لأن الزوج قد يتصرف تصرفات في بيته لا تروق لزوجته لاختلاف الطباع أو وجهات النظر أو عمق التفكير، وهذا وارد. فالنبي يفهم ايه ان ستنا عائشة راضية او مش راضية ازاي. قالت: فقلت: ومن اين تعرف ذلك؟ قال: اما اذا كنت عني راضية فانك تقولين: لا ورب محمد، واذا كنت غضبا قلت: لا ورب ابراهيم. قالت: قلت: اجل والله يا رسول الله ما اهجر الا اسمك، يعني ده مجرد بس ايه الاسم فقط، ولكن انا لا اهجرك بقلبي لكمال الحب يعني.
وهذا يدلك على تبسط النبي مع زوجاته وأهله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال وحدثناه ابن نمير قال حدثنا عبدة عن هشام ابن عروة بهذا الإسناد إلى قوله لا ورب إبراهيم، ولم يذكر ما بعده. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد العزيز ابن محمد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تلعب بالبنات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. البنات اللي هي لعب الأطفال اللي في سورة بنات دي، لعب الأطفال في سورة بنات يعني، وهي يتجاوز عنها بالرغم أنها لها حكم التمثال إلا أنه يعفى عنها لأنها مع الصغار تمتهن لامتهانها في يد الصغار يعفى عنها. أنها كانت تلعب بالبنات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت وكانت تأتيني صواحبي فكن ينقمعن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أول ما يسمعوا أن الرسول جاي يستخب، ينقمعن يعني إيه؟ يستخب كده كش حياء منه، يعني أول ما يعرفوا كله يستخب، فاهم؟ يستخب يعني إيه؟ يعني يختبئ، بس يستخب دي لغة مصرية عامية، يستخبى يعني ايه؟ يعني يختبئ. وينقمعنا يعني ينخنسنا، من حيث هو المعنى اللغوي يعني. خنس يعني ايه؟ اراد الا يرى احد. وعشان كده الشيطان خناس، عايز يوسوس كده ومن غير ما حد يشعر ان هو وسوس، لانه لئيم خبيث جبان، تملي حال الكافر كده، تلاقيه خبيث جبان. وهو إمام الكفار مين؟ هو إبليس إمام الكفار. فكنا ينقمعنا يعني ينخنسن حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنا ينقمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسر بهن إلي، يسربهن. قالت فكان رسول صلى الله عليه وسلم يسربهن إلي، يعني يقول لهم روحوا العبوا معه، روحوا العبوا معه لا بأس من حسن عشرتي، لهم لا تعال، لا لا روحوا العبوا، روح. أو يشاور لواحدة واحدة، روحي لها روحي لها. هذه معنى يسربهن، يسربهن يعني يشير إليهن أن يرجعن حيث كنا في هدوء. وعن أبي قال حدثناه أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة حاء قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا محمد بن بشر، كلهم عن هشام بهذا الإسناد. وقال في حديث جرير كنت ألعب بالبنات في بيته وهن اللعب، اللعب اللي هي لعب البنات يعني. العلماء قالوا ان يستحسن للبنات الصغار يلعبن بهن لتدريبهن على رعاية الاطفال. فالبنت بقى وهي صغيرة كده تمسك الطفلة وايه وتغير لها اللعبة دي، تغير لها هدومها وتحميها، تسرحها وتنيمها وتغطيها وتأكلها، كل ده تبقى هي مبسوطة بهذا وهي بتلعب. لكن ده تدريب لها حتى لما تكبر تقوم تربي أولادها. وعن أبي قال حدثناه، وعن أبي قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة يبتغون بذلك مرضاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة، الناس هنا تقصد به إيه؟ الأنصار. يبقى الناس هنا لفظ عام يراد به الخصوص. عن عائشة أن الناس يعني الأنصار، الأنصار كانوا بيعتبروا النبي ضيف عندهم، فكان كل يوم والتاني بيوت الأنصار تعد طعام وتبعته للنبي هدية من باب إكرام الضيف ومحبة في النبي صلى الله عليه وسلم. فكانوا يعرفوا يوم عائشة إيه ويبعتوا الهدايا عشان النبي بيحب عائشة، فهم كمان عايزين يجمعوا إيه كل راحته.
يوم ما يبعتوا طعام للنبي في يوم عائشة، تقوم عائشة تتفرغ للنبي، مش تبقى مشغولة بالطبيخ قاعدة تطبخ له، لا تبقى ايه قاعدة متفرغة بقى للنبي صلى الله عليه وسلم، وهم بقى يبعتوا له. ده من باب ايه يعني زيادة اكرام النبي صلى الله عليه وسلم من وجهة نظرهم، لتفريغ زوجته له المحبوبة لديه حتى لا تنشغل بإعداد الطعام له، فهم يودين الطعام عنه. كويس. طبعا بقية النساء غاروا، ايه ده اشمعنى عائشة؟ طب ما تقول يا رسول الله للأنصار يبعتوا لك الطعام في اي يوم وخلاص، مش شرط يوم عائشة يعني، عشان احنا برضو صرنا من الحظ جانب، فاهم؟ متصورين النبي هيقف يعني يخطب على المنبر يقول يا ايها الانصار لا ترسلوا الي الطعام في يوم عائشة، معقول الكلام ده؟ هذا لا يليق الانسان يقول للناس ابعتوا لي هدايا في اي يوم ولا تتحروا اليوم الفلاني، هذا لا يليق، كانه يستجدي الهدية. لكن الغيرة بتاعتهم كانوا عايزين يخلوا النبي يعمل كده من شدة، واحنا قلنا غيرة المرأة معفو عنها لانها شعور جبلي طبيعي في المرأة انها تغار على زوجها. كويس. عشان كده هيحكي لك الحديث اللي جاي بقى ازاي هم ارسلوا بقى ستنا فاطمة بنت النبي علشان تقول له اعدل بين زوجاتك. يعني اعدل بين زوجاتك يعني ايه؟ يعني قول للانصار يبعتوا لك الهدايا في اي يوم، مش شرط يومها عائشة، كده عائشة هي الوحيدة اللي قاعدة مستريحة ما بتطبخ لكش، واحنا قاعدين بنطبخ لك ونتعب كده، انت يعني طب اشمعنى؟ فهمت؟ فهم يعني عايزين يقولوا كده. وعن أبي قال حدثني الحسن بن علي الحلواني وأبو بكر بن النضر وعبد بن حميد قال عبد حدثني، وقال الآخران حدثنا يعقوب بن إبراهيم عن ابن سعد قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم رضي الله عنها قالت أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاستأذنت علي وهو مضطجع معي في مرتي، يعني كان نايم كده وكان إيه متغطي هو وهي بإيه بملاءة كده بقطعة قماش تخص ستنا عائشة في حجرة، دخلت ستنا فاطمة بنت نبينا عشان إيه تكلمه في موضوع أرسلها به سائر الزوجات. هما مكسوفين يكلموا النبي، قالوا مين اللي بيحبوا النبي؟ فاطمة، هي فاطمة دي اللي تكلموا بحاجة زي دي. كويس. فأذن لها فقالت يا رسول الله إن أزواجك أرسلنني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. هو النبي ما كان عادل، لكن يصادف موضوع الهدايا الطعام ده، فهمت بقى ازاي؟ ما هو النبي عادل وقاسم، لكن هما بيقولوا كل الانصار بيبعتوا لك الهدايا والاكل والشرب في يوم عائشه، فعائشه بتبقى متفرغه ولا بتطبخ ولا بتعمل ولا راحه ولا جاي. واحنا اليوم اللي انت جاي لنا فيه بنبقى قاعدين نعد الطعام ونتعب ونعمل ونعمل، ما بنبقاش في كمال التفرغ لك كما هي في كمال التفرغ لك، فاحنا عايزين عدل بقى، احنا عايزين العدل في الحته دي، فهمت بقى؟ يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة وأنا ساكتة. ستنا عائشة بقى سمع الحوار ونايمة ساكتة ما رضتش تتكلم، هنشوف بقى النبي هيقول إيه. قالت فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بنية ألست تحبين ما أحب؟ فقالت بلى. قال فأحب هذه، يعني اطلعي انت منها بقى، اما يقولوا لك بعدي مالكيش دعوه بيهم، اسمعيش كلامهم، انا بحب دي فانت حبيها كمان ودافعي عنها، اما يجي يكلموك يقول لهم لا ماليش دعوه بعائشه، انا مش قد الموضوع ده، فاهم؟ فقالت فقامت فاطمه حين سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعت الى ازواج النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرتهن بالذي قالت وبالذي قال، قالت لهم انا قلت له كذا وقال لي كذا. قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالذي قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا لها ما نراك اغنيت عنا من شيء، ما عملت لناش حاجه يعني، احنا كنا متصورين انك انت هتحل لنا المشكله، فارجعي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولي له ان ازواجك ينشدنك العدل ف
في ابنة أبي قحافة ينشدنك، يعني يتحايلوا عليك يرجوك. يبقى الايه أنشده يعني كلمه بصوت مرتفع، دي أصلها كده ومن النشيد الصوت المرتفع، ولكن هنا بمعناه الإلحاح. يلحون عليك، يرجونك، يتوددون إليك، يتوسلون إليك أن توافق. من شدة بقى غيرتهم مش قادرين يستحملوا المواقف دي. ينشدنك العدل في ابنة أبي قحافة. إذا كانوا يقصدوا العدل القلبي فالقلب ليس بيد النبي، لكن إذا كانوا يقصدوا العدل بالقصد وهو الوقت والمبيت فالنبي كان على أكمل حال من هذا. فهمت بقى إزاي؟ والنفقة كذلك. لكن هم في نقطة إيه؟ في نقطة الهدايا والطعام اللي بيجي له أيام عائشة بس. عايزينه لما إيه يقول للأنصار أما تبعتوا الطعام ما تبعتوه في أي يوم. ما تسألوش هو يوم عائشة إمتى؟ وبعدين تتحينوا يوم عائشة تبعتوا الأكل. فهمت إزاي؟ ابعتوه في أي يوم كده وخلاص. هو عايزين الحتة دي. فهمت بقى المسألة؟ فقالت فاطمة والله لا أكلمه فيها أبدا. بعد اللي شفته النهاردة ما أقدرش أدخل له تاني، أفتح الموضوع تاني معاه. قالت عائشة فأرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم. زينب بنت جحش بنت عم النبي وقريبته وزوجته، وفي نفس الوقت كمان لسنة عندها لباقة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيميل ليها بعد عائشة على طول. يعني هي احلى زوجه وبيستريح لها اكتر بعد عائشه على طول. فقال له انا بعت له بقى زينب لها دلال عليه، يمكن تقدر تكلمه. فارسل ازواج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي كانت تساميني منهن في المنزله عند رسول الله. تساميني يعني تقاربني، يعني في المنزله القلبيه، يعني في الميل القلبي والراحه. ولم أرى امرأة قط خيرا في الدين من زينب. هنا بقى بتشهد على الإله، وصعب قوي الدرة تشهد لدرتها، خد بالك من أصعب ما يمكن. لكن ده يدلك على إيه؟ كمال ستنا زينب، وعلى برضو عدل ستنا عائشة. ولم أرى امرأة قط خيرا في الدين من زينب، وأتقى لله وأصدق حديثا وأوصل للرحم وأعظم صدقة وأشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي تصدق به وتقرب به إلى الله تعالى، ما عدا ثورة من حد كانت فيها تسرع منها الفيئة. يعني ما عدا ثورة يعني عجلة في الغضب، إلا أنها كانت أحيانا تغضب فتتسرب بعد التصرفات كده وبعد كده ترجع تاني. بس هو ده العيب الوحيد اللي فيها، أنها كانت إذا أغضبها حد تغضب كده تعمل ثورة غضب وبعدين ايه ترجع تاني تعود الى لا يعني لا تسير مع الغضب الى المنتهى. وبتقول واعظم صدقة واشد ابتذالا لنفسها في العمل، يعني كانت تبذل مجهود بجسمها ووقتها وجهدها وتقعد تسمع الصدقات اللي تتصدق بيها، تعمل طعام وتتصدق بيه، مش تدي اكل جاهز، لا، لو هي تقعد تصنعه وتعمل، تيجي تشغل مشغولات وتتصدق بيها بإيدها، واخد بالك؟ يعني تقعد طول النهار تقعد تعمل حاجات بيدها وتصنعها بيدها ثم تتصدق بها، ادي معنى ابتذال. وعشان كده هي كانت اطولهن يدا. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ الحقكن بي بعد وفاتي اطولكن ايه؟ يدا. قال لهم كده يعني اول واحده في زوجاتي هتموت بعدي اطولكن يدا. قعدوا يقيسوا اطوال الايدين. كل واحده افتكروا ان ايه المعنى بالظاهر. فلقوا سودة ايدها طويلة، ولقوا ستنا حفصة بنت عمر بقى ايدها طويلة، سيدنا عمر كان 3 متر، واخد بالك؟ ايدها طويلة. فقالوا خلاص كل واحد منتظر بقى مين اللي هيموت، متصورين سودة وحفصة بقى. وبعدين بصوا لقوا زينب وكانت اكثرهن يدا من حيث الطول. فهمت؟ ففهموا ان اطولكن يدا يعني اكثركن صدقة. يبقى النبي بيتكلم بالمجاز. قول لابن تيمية بقى اللي انكر المجاز ومن وافقوه. ابن تيمية والوهابية أنكروا المجاز، وهو ده مجاز أهو. أطول كنا يدا يعني أكثر كنا صدقة، والمعنى الظاهري الحقيقي طول اليد الحسي، ولم يقصد النبي طول اليد الحسي، ولكن قصد طول اليد المعنوي وهي كثرة الصدقة. فهمت؟ فكانت ستنا زينب بنت جحش أول واحدة ماتت بعد النبي من زوجاته صلى الله عليه وآله وسلم، ودفنت في البقيع.
المهم دخلت بقى ستنا زينب زي المحامي بقى، هي طبعا ايه، هي لسنه فصيحه والنبي بيحبها، وكان كل ما يدخل عندها تدي له طعام وشراب وحاجات من دي، لان هي ست بيت شاطره، فهمت ازاي؟ صناع، كان يقول لك انها صناع، يعني ايه؟ يعني ست بيت ماهره، يعني واخد بالك، شاطره في الطبخ والحاجات الجميله دي. والرجاله بيبقى ايه، جاي من العمل طول النهار وبيشتغل طول النهار، فيدخل بيته تعبان وعطشان وعايز اي حاجه تروح هي مديه للنبي، فكانوا برضو بيغيروا منها ايه، ان هي بتدي للنبي، فعملوا قصه ايه، العسل، فاكرين العسل والمغافير، برضو علشان ايه، خايفين لحسن النبي يميل ليها اكتر، كل ده ايه، كل واحده بترصد الثانيه غيره لحسن ايه، النبي يحبها اكتر من الثانيه، عاده الضرائر يعني. ونزلت سوره التحريم علشان القصه دي، لما ايه، لما ستنا حفصه وستنا عائشه اتفقوا انه لما يخرج من عند زينب وهي مدياله ايه، شراب العسل، يقولوا له لا ده ريحته وحشه، ده كده عشان النبي لما يدخل عندها بعد كده تقدم له حاجه ما يقدرش ياخدها. المهم ستنا زينب بقى داخله متحمسه، عايزه بقى تكلم، لان ستنا فاطمه ما جابت لهمش حقهم، فاهم؟ قالت فاستأذنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مع عائشة في مرتها على الحالة التي دخلت فاطمة عليها وهو بها، فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله إن أزواجك أرسلنني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة، قالت ثم وقعت بي فاستطالت علي، يعني وقعت بها، بصت لستنا عائشة، انت السبب، انت قاعده تتوددي عليه وسايباه كده اهو، وسايبانا احنا كده اهو، قاعدين كده اهو، ده اسمه كلام؟ قعدت بقى ايه توجه الكلام ليها، فاستطالت عليه، لو ما كنتيش كده ما كانش ده حصل، وانت السبب في ده كله، حاجات بقى بهذا المعنى يعني. وانا ارقب رسول الله صلى الله عليه وسلم وارقب طرفه، هل ياذن لي فيها؟ وبعدين بتبص للنبي، يعني النبي يسمح لها ترد ولا مش هترد؟ ستنا عائشة طبعا لما ترد يعني مش أي حاجة يعني، قوية برضو، فإيه، فلما لقت النبي ساكت فهمت إن النبي يعني بيقول لها دافع عن نفسك يلا. قالت فلم تبرح زينب حتى عرفت أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكره أن أنتصر، فهمت بقى من سكوت النبي إن النبي سايبهم بقى هم إيه، يشبكوا مع بعض براحتهم، واخد بالك؟ قالت فلما وقعت بها دخلت فيها بقى، انت مالك بيا؟ انت مش عارف، انا متجوزها قبل منك، انا ابويا ابو بكر، انت كنت متجوزها زين، ايه يعني مش عارف ايه؟ حاجات كده بقى بهذا المعنى. دخلت بقى فيها ترد عليه، مش كفايه بتشربي عسل وبتاكلي حلويات واحنا ما بنعملش ده كله؟ يعني انت عايزه مننا ايه يعني؟ حاجات كده بقى بهذا المعنى. كلام الزوجات مع بعضهم. فهم؟ ولا عرفت ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكره ان انتصر، قالت فلما وقعت بها لم انشبها حتى انحيت عليها، لم انشبها يعني ما ادتلهاش فرصه، انشبها يعني لم امهلها، فهمت ازاي؟ ما ادتلهاش فرصه حتى انحيت عليها، يعني عارضتها، يعني افحمتها، خلتها مش عارفه ترد، الجمتها يعني. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبسم، انها ابنه ابي بكر، فصيحه يعني مش اي حاجه يعني، واخد بالك؟ ما حدش يقدر يعارضها يعني. يبقى عرفنا ان طلبهم العدل لان النبي لم يكن ظالما معهم، خد بالك، العدل هنا العدل يعني العدل في الهدايا التي كانت تاتيه يوم عائشه دون بقيه الايام، ادي معنى. والعدل هذا ليس له يد فيه، لان الهدايا ليس له يد فيها، وأن ميله القلبي ليس له يد فيه. أما النبي فكان من حيث النفقة وحسن العشرة والمبيت كان يعدل في هذا. فهمت بقى المسألة؟ لأحسن واحد لو أرى الحديث بطريقة غلط افتكر النبي أنه كان يجور بين الزوجات وأنه لا يعدل بين الزوجات، وهذا خطأ. النبي كان أعدل الخلق. فهمت؟ وعن أبي قال حدثني محمد بن عبد الله بن قهزاذ قال عبد الله بن عثمان حدثنيه عن عبد الله بن المبارك عن يونس عن الزهري بهذا الإسناد مثله في المعنى،
غير أنه قال فلما وقعت بها لم أنشبها أن أثخنتها غلبة، يعني بالغت في جوابها فأفحمتها. وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال وجدت في كتابي عن أبي أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتفقد يقول أين أنا اليوم أين أنا غدا، استبطاء ليوم عائشة لما في مرض وفاته. النبي لما مرض وفاته كان كل يوم بقى يقول إيه أين أنا اليوم، يعني يوم النهاردة عند مين، بيستنى يوم عائشة، لأن عائشة كانت تمرضه بطريقة تريحه أكثر. فهمت إزاي؟ إن كان رسول صلى الله عليه وسلم يتفقد يقول أين أنا اليوم أين أنا غدا استبطاء ليوم عائشة، كما قلت لك هذا كان في حال مرض وفاته صلى الله عليه وسلم. قالت فلما كان يومي قبضه الله بين سحري ونحري، والسحر اللي هو أعلى الصدر، أعلى الصدر هنا يسمى السحر، بين سحري ونحر، لأن كان النبي مستندا عليها كوسادة، فخرجت روحه الشريفة في هذه اللحظة، فقالت إيه؟ قبض بين سحري ونحري، النحر اللي هو إيه؟ أسفل الرقبة مع بداية الصدر، ده النحر، والسحر أعلى الصدر، يعني كان واضعا رأسه على هذا الموضع، صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن هشام بن عروة عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت وهو مسند إلى صدرها، وأصغت إليه وهو يقول اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الأعلى. والرفيق الأعلى قيل في معانيه كثير، منها الله، هل هو الله هو الرفيق الأعلى لأنه رفيق بعباده فهو أعلى الرفقاء، أو الرفيق الأعلى يعني المقام الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء، يحتمل هذا المعنى ويحتمل هذا، واضح؟ وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة حا قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حا قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبدة ابن سليمان كلهم عن هشام بهذا الإسناد مثله. وعن أبي قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أسمع أنه لن يموت نبي حتى يخير بين الدنيا والآخرة. قالت فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه وأخذته بحة، يقول البحة اللي يخشون في الصوت يعني، يقول مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وهذه الرواية تؤيد المعنى أن الرفيق الأعلى هم الأنبياء والصالحين، هذه الرواية تؤيد المعنى الذي قلناه، وإن كان لا يحتمل أيضا الرفيق الأعلى هو الله لأنه هو أعلى الرفقاء فهو رفيق بعباده والله رؤوف بعباده. قال فظننته خير حينئذ. وعن أبي قال حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حاء قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن سعد بهذا الإسناد مثله. وعن أبي قال حدثني عبد الملك ابن شعيب ابن الليث ابن سعد قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد قال ابن شهاب أخبرني سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير في رجال من أهل العلم أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول وهو صحيح إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده في الجنة ثم يخير. قالت عائشة فلما نزل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورأسه في على فخذي غشي عليه ساعة ثم أفاق فأشخص بصره إلى السقف ثم قال اللهم الرفيق الأعلى. قالت عائشة قلت إذن لا يختارنا،
يعني لا يختار البقاء معنا. قالت عائشة: وعرفت الحديث الذي كان يحدثنا به وهو صحيح في قوله إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. قالت عائشة: فكانت تلك آخر كلمة تكلم بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوله: اللهم الرفيق الأعلى. وعنه به قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال: وحدثنا عبد بن حميد كلاهما عن أبي نعيم قال: عبد حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال: حدثنا ابن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا خرج أقرع بين نسائه، فطارت القرعة على عائشة وحفصة فخرجتا معه جميعا، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان بالليل سار مع عائشة يتحدث معها، فقالت حفصة لعائشة: ألا تركبين الليلة بعيري وأركب بعيرك فتنظرين وأنظر؟ قالت: بلى. فركبت عائشة على بعير حفصة وركبت حفصة على بعير عائشة. غير البعير علشان النبي يقرب للبعير بتاع اللي كان راكبه فيه عائشة يكلمها، يا في حفصة فاهم؟ يعني ستنا حفصة راكبة على بعير وستنا عائشة على بعير ومسافرين مع النبي صلى الله عليه وسلم. فكان في السفر النبي يقرب بعير بعير عائشة يقعد يتكلم معاها شوية. فقامت حفصة قالت لها: إيه رأيك الليلة الجاية دي أنا أركب بعيرك وأنت تركبي بعيري؟ علشان النبي إيه يجي يقرب على البعير ده فاكر إن في عائشة، يلاقي حفصة يقوم يكلمها. فاهم؟ فتنظرين وأنظر؟ قالت: بلى. فركبت عائشة على بعير حفصة وركبت حفصة على بعير عائشة، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جمل عائشة وعليه حفص فسلم ثم صار معها حتى نزلوا، فافتقدته عائشة فغارت، فلما نزلوا جعلت تجعل رجلها بين الإذخر وتقول: يا رب صلت علي عقربا أو حية تلدغني رسولك ولا أستطيع أن أقول له شيئا. يعني ايه ندمت؟ يعني ندمت انها سمعت كلام ايه، بقت تدعي على نفسها انها ايه سمعت كلام حفصة وسابت لها بعيرها. فهمت؟ قالت ان شاء الله حتى عقربة الدغن انا افتقدت كده رسولك. وعن ابي قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال: حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن عبد الله بن عبد الرحمن عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وهذا سبق لما تكلم على ايه، على كمال سيدتنا مريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد، ثم ذكره بعد ذلك هذا الحديث، وكأن هذا الحديث مختصر من الحديث السابق. وعن أبي قال: حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة وابن حجر قالوا: حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر حا قال: وحدثنا قتيبة قال: حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد كلاهما عن عبد الله بن عبد الرحمن عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وليس في حديثهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي حديث إسماعيل أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه. وعن أبي قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الرحيم ابن سليمان ويعلى بن عبيد عن زكريا عن الشعبي عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إن جبريل يقرأ عليك السلام. قالت: فقلت: وعليه السلام ورحمة الله. وهنا يدل على جواز إرسال إنسان بسلام لآخر، وأنه إذا أرسل يبلغ السلام. يعني بقول لك مثلا انت مسافر في الحته الفلانيه، اقول لك: طب مر على فلان وسلم لي عليه، هذه امانه فعليك ان تفعلها. وهذه ايه من ايه من من الامور المشروعه المطلوبه لانها فيها الود والرحمه. وعن أبي قال: حدثناه إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا الملائي قال: حدثنا زكريا ابن أبي زائدة قال: سمعت عامرا يقول: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن
أن عائشة رضي الله عنها حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها بمثل حديثهما. وعن أبي قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أسباط بن محمد عن زكريا بهذا الإسناد مثله. يبقى سيدنا جبريل أقرأ سيدتنا عائشة السلام، طب وستنا خديجة الله أقرأها السلام وسيدنا جبريل أقرأها السلام، عشان نبين مراتب، بس تفاوت المراتب عشان نرد على ابن تيمية اللي فضل عائشة على خديجة، فهم؟ ما هو ابن تيمية فضل عائشة على خديجة، وكذلك الجماعة الوهابية، لكن أمة النبي كلهم يفضلون خديجة على سيدتنا عائشة. وأكبر دليل على ذلك أولا ميل النبي لها، وقال والله ما أبدلني الله خيرا منها، النبي قال كده والله ما أبدلني الله خيرا منها، فإزاي بعد ما يقسم هذا يجي ابن تيمية يخير ما خيره النبي؟ شيء عجيب، يعني انتماص. وعلشان كده اتقي زلة العالم، ابن تيمية كان عالما جليلا ذكيا حافظا، إلا أنه له زلات. البأس كل البأس أن تتبع العالم في كل ما قال، لكن عليك أن تتخير وتتجنب زلاته. لكن الوهابية عندهم إذا اقتنعوا في عالم صاروا خلفه كالعميان ويعتقدون فيه العصمة، وهذا هو الخطأ. لا يوجد عالم معصوم، هو أخطأ في هذا لا بأس، يخطئ ما يجراش حاجة غفر الله له، لكن أنا أتبعه في خطئه وصوابه هذا لا يليق بالمسلم، لأن المسلم الحكمة هي ضالته وليس الأفراد. لا نتبع أفراد، نحن نتبع الحكمة ولا نتبع الأفراد، فهمت؟ فقد يخطئ الإنسان الفرد الحكمة في مواقف وقد يصيبها في مواقف. وعلشان كده سيدتنا عائشة النبي قال والله سيدنا رسول الله قال على سيدتنا خديجة والله ما أبدلني الله خيرا منها، يبقى خلاص يبقى هي خير الزوجات، ده كلام النبي. وبعدين الله أرسل السلام إليها مع جبريل، مع خديجة اللي خديجة، وجبريل أرسل السلام إلى خديجة مع النبي. طب عائشة جبريل هو الذي أرسل السلام، يبقى مراتب، يبقى المسألة مراتب، كلهم مراتبهم عالية، لكن احنا بنتكلم في التخيير والتفضيل، فهمت بقى المسألة؟ والله تعالى أعلى وأعلم. وكلهم أمهاتنا جزاهم الله عنا خير، نحبهم ونجلهم. وعن أبي قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائش هذا جبريل يقرأ عليك السلام. قالت فقلت وعليه السلام ورحمة الله، قال وهو يرى ما لا أرى. قالت يعني ستنا عائشة وهو يعني النبي يرى ما لا أرى، يعني يرى جبريل وأنا قاعدة معاه وبيبلغني سلام وأنا لا أرى. وكلمة النبي عائش بيسموها ايه؟ ترخيم. ترخيم من باب الإدلال والدلال، يعني لما تيجي تدلل واحد او تدللها، يعني الدلال الدلع بلغة المصريين الدلع، فيقول يا عائش، يعني من باب ايه؟ الترخيم للدلال والإدلال. ونقف على باب ذكر حديث ام زرع، وده حديث طويل نقرأه غدا ان شاء الله، وهو من طرائف السنة، غدا نقرأه بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.